أبتي. جدي معه جدتي، ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة. جدتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار، وتعين جدي في الحمل، تحلب معه الأبقار. شكرا شكرا شكرا. مرحبا أحبائي، عمو يزيد وفرحان بزاف 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 لكم معاه اليوم، وانتم ماكم فرحانين؟ إذن كما راكم تشوفوا حصة مع عمو يزيد اليوم راها في هذا الجو الجميل، في هذه المزرعة الهائلة الجميلة. عجبتكم المزرعة؟ نعم. إذن حبينا حصة مع عمو يزيد في هذه الصائفة تخرج من الأستوديو وتروح بكم لهذه الطبيعة الجميلة باش نتكلموا كذلك على الحيوانات، على النباتات، على الزراعة، الفلاحة كامل يا أخي أحبائي. نعم. هايلين هايلين. وانتم يا احبائي اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كيما هاد الاصدقاء اللي راهم هنايا، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على الزرار شارك في حصتنا بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على الزرار شارك في حصتنا، تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور في حصة مع عمو يزيد عليكم بشوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حاب يستضيفكم كامل في الحصة، شوية تاع الصبر يا أخي أحبائي. دركا نروحوا نستقبلوا بريد أصدقائنا الأطفال اللي بعتوه لنا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكون اللي جبنا البريد؟ ساعي البريد. ساعي البريد. إذن تفضل وليدي عبد الرؤوف، تعال 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 وليدي تعال. أروح وليدي. تعال. شكرا شكرا عبد الرؤوف، تعال وليدي تعال. عبد الرؤوف وش رأيك؟ لا بس. الحمد لله وليدي، تعال. وش جبت لنا عبد الرؤوف؟ البريد. البريد، البريد تاع أصدقائنا؟ الأطفال. الأطفال. شكرا عبد الرؤوف، إذا ضعه في علبة البريد باش عمو يزيد من بعد يقراه لكم. يلا وليدي، شكرا شكرا وليدي. عبد الرؤوف أصغر 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 ساعي بريد متطوع مع عمو يزيد أحبائي. شكرا 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 أحبائي. وإحنا في هذا في الصائفة هذه وكامل مليح أنه الإنسان يرد باله على الماء، على الطبيعة، على الحيوانات يا أخي أحبائي. أحبائي كاين يوم عالمي مهم، يوم 29 أوت هو اليوم العالمي ضد التجارب النووية. على بالكم أحبائي أنتم أطفال صغار ماذا بينا تعيشوا بسلام، ولكن للأسف في العالم هذا كين إن أسلحة، كين دمار، كين حروب، ولكن إحنا دائما نضمنوا باش هذا العالم يكون سالم، يعني ما تكونش فيه حروب. إذن يوم 29 أوت الأمم المتحدة داروا اليوم العالمي ضد التجارب النووية. إحنا ضد الأسلحة النووية وضد التجارب النووية وضد الأسلحة بصفة عامة، إحنا من أجل عالم سالم يا أخي أحبائي للعيش بالسلام أحبائي. عندي لكم لغز، تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي ينبض بلا قلب؟ أعيد السؤال، ما هو الشيء الذي ينبض بلا قلب؟ إذن فكروا أنتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذا الطريق. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. برافو برافو أحبائي، على بالي بلي شاطرين. إذن فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم أصدقائنا لما يشوفوا فينا في الجواب على هذا اللغز الجميل هذا. وإحنا نروحوا دركا أحبائي في كل مرة نكتشفوا حيوان وإحنا في هذه المزرعة الجميلة وكامل مع دنيا العلالي
اليوم راح نكتشفوا البقرة أحبائي. إذا تصفيقة تصفيقة على دنيا بنتي. تفضلي تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. البقرة تحمل أنثى الأبقار اسم البقرة، وهي من الثدييات، تعد من الحيوانات المجترة. يقوم الإنسان بتربيتها، وذلك لكونها تعد ثروة كبيرة، حيث يتغذى الإنسان على لحم البقر، وكذلك الاستفادة من حليب البقر وصنع الحليب واللبن والجبن والزبدة. يعتبر البقر من الحيوانات القوية، ويتميز بذيل طويل يساعده في طرد الحشرات عند تحركه. تتغذى الأبقار على الأعشاب في المراعي وعلى الأوراق شجيرات صغيرة. تشرب الماء بكثرة. تنتج البقرة مقابل كل لترين من الماء لترا واحدا من الحليب. تتكون عائلة البقر من بقرة، والذكر يسمى بالثور ثور، والصغير بالعجل. يسمى صوت البقر بخوار. برافو 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 بنتي، برافو برافو برافو. إذا البقرة هي حيوان مهم جدا في حياة الإنسان. تحبوا الحليب؟ نعم. إذا البقرة هي اللي تنتج لنا الحليب أحبائي. إذا يجب الاعتناء بالحيوانات، وخاصة هذه الحيوانات المفيدة للإنسان. مادام رانا في هذا الفصل الجميل، وهذا الجو الجميل، وهذا المكان الجميل، تحبوا الأزهار؟ نعم. لمن نقدموا الأزهار في الأعياد وكامل؟ للأم يا أخي، لما يكون واحد تاني قريب يكون مريض تاني يا أخي أحبائي. نعم. عمو يزيد لكم مفاجأة، هي أغنية الزهور. تغنوا معايا الأغنية؟ نعم. يلا نغنوا مع أغنية الزهور. يلا. أكبر باقة أجمل ورد في حديقتي، أحلى هدية أعطر زهر لأحبتي. أكبر باقة أجمل ورد في حديقتي، أحلى هدية أعطر زهر لأحبتي. فيه الأبيض فيه الأصفر، فيه عطف حب وحنان. فيه الأبيض فيه الأصفر، فيه عطف حب وحنان. أكبر باقة أجمل ورد في حديقتي، أحلى هدية أعطر زهر لأحبتي. فيه الأحمر فيه الوردي، هدية بهية في كل الأزمان. فيه الأحمر فيه الوردي، هدية بهية في كل الأزمان. أكبر باقة أجمل ورد في حديقتي، أحلى هدية أعطر زهر لأحبتي. الزهري فيه الأزرق، فيه دفء يملاء المكان. فيه الزهري فيه الأزرق، فيه دفء يملاء المكان. أكبر باقة أجمل ورد في حديقتي، أحلى هدية أعطر زهر لأحبتي. الأبيض فيه الوردي، فيه جمال ورد الأقحوان. فيه الأبيض فيه الوردي، فيه جمال ورد الأقحوان. أكبر باقة أجمل ورد في حديقتي، أحلى هدية أعطر زهر لأحبتي. برافو 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 أحبائي، برافو برافو.
إذن الأزهار أحبائي يجب الاعتناء بالأزهار كذلك. يا أخي تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن نروح مع بعض دركا مع عمو نينوس لجنة من الجزائر العاصمة في ألعاب الخفة. تفضل تفضل عمو نينوس تفضل. برافو 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 مونينوز يعطيك الصحة. برافو. عجبتكم ألعاب الخفة؟ نعم. إذن أحبائي دائما نروحوا نكتشفوا معلومات. تحبوا تكتشفوا المعلومات؟ نعم. إذن نروحوا مع بنتي دعاء العلالي نكتشفوا معلومة في فقرة هل تعلم؟ تفضلي تفضلي بنتي تفضلي.
مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن هناك أشجارا تبقى أوراقها خضراء اللون طيلة أيام السنامات؟ الزيتون، الصنوبر، الصارو. برافو 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 بنتي، برافو برافو. أحبائي على بالكم كاين أشجار تبقى أوراقها خضراء طيلة السنة، كما الزيتون، كما الصنوبر، الأوراق نتاعهم لا تصفر، ما ترجعش صفراء ولا تتساقط، على بالكم؟ لازم تعرفوا هذه المعلومة هذه أحبائي. جميل 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 جميل. تحبوا الحكايات؟ نعم. إذن عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية جميلة جميلة جميلة، هي نصيحة الحمار. يلا معايا. إذن أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية نصيحة الحمار. واحد النهار في واحد المزرعة، هذيك المزرعة فيها بزاف الحيوانات، فيها حيوانات، فيها كان فيها حمار وكان فيها ثور كذلك. هذاك الثور كان صاحب المزرعة يديه يحرط به طيلة اليوم، يحرط به يحرط به يحرط به، تعب هذاك الثور. جاشت كان الحمار قال له أنا عييت، أنا كل يوم يدوني يجروا بي المحراث هذاك ونحرط كل يوم، أنا تعبت أنا. قال لهم، قال له الحمار يقول للثور، قال له دوك نعطيك واحد النصيحة جميلة. قال له وش هي هذه النصيحة؟ قال له تظاهر بالمرض. قال له دير بروحك بلي راك مريض. غدوة من داك جا هذاك صاحب المزرعة باش ياخذ هذاك الثور باش يحرث به، صابو مريض، صابو هكذا مصروع، لعبها مريض هذاك الثور. كي لعبها مريض واش يدير صاحب المزرعة؟ قال مادام الثور راه مريض ناخذ الحمار في مكانه. اسم هذاك الحمار اللي عطى النصيحة للثور اصبح هو اداه باش يحرث به، ربط فيه هذاك المحرث وقعد يحرث به طيلة النهار، يحرث 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 به يحرث. هذاك الحمار من بعد ندم، قال انا دركا، قال انا دركا، ذهب الأرنب، قال انا دركا كيفاش وش راح ندير انا دركا؟ الثور لعبها مريض وانا دركا كامل النهار ولي حرتو بي، انا تعبت انا خلاص. وهذاك الثور صابو مرتاح مرتاح مرتاح، قاعد يخمم الحمار كيفاش ندير كيفاش ندير هاد النصيحة اللي عطيتها له انايا، هاد النصيحة هاد النصيحة. ومن بعد اسمع هذاك مول المزرعة يقول بلي هذاك الثور خلاص ما بقاش يقدر يحرطو كامل، دوك نبيعوه. كي قالوا دوك نبيعوه هو خاف، خاف يروح من هذيك المزرعة اللي والفها. ناد هذاك الثور خلاص رجع شغل برا برا، وقعد يحرط 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 يحرط. ومن بعد كيف كيف هذاك المزارع شاف باللي هذاك الحمار ما عندوش دور، قال أيا نبيعوه ونتهناو منه. اسمع هذاك الحمار هذاك المزارع يقول باش نبيعوه، خاف خاف يروح من المزرعة تاني. عمو يزيد، الحكمة من هذه القصة هو أنه لا يمكن للإنسان أن يجد مكانا أجمل من بيته وبين أهله وأصدقائه. برافو 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 أرنوبة. إذا أحبائي شوفوا كي الثور والحمار سمعوا باللي راح يبيعهم ويغادروا هذاك المكان اللي عندهم أصدقاء اللي يعرفوا هذاك البيئة هذاك المحيط ما حبوش. إذا الإنسان ما يقدرش يحس روحه مرتاح ولا مليح إلا في بيته وفي محيطه بين أحبابه. يا أحبائي يا أخي يلا معايا. إذن أحبائي عجبتكم الحكاية؟ نعم. إذا الإنسان دائما يكون مرتاح في المحيط نتاعه بين أهله، الإنسان دائما يكون مرتاح في المحيط دياله بين أهله وأحبابه. يا أخي أحبائي نعم. برافو برافو أحبائي. كاين واحد الفقرة أنا نحبها بزاف بزاف، هي تعرف على مدينتك. تحبوا المدن الجزائرية؟ نعم. إذا نروحوا دركا مع خلود بنتي نتعرفوا على مدينة أدرار، وتحياتنا لكل سكان أدرار. تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. مرحبا بكم يا أطفال. مرحبا. مدينة أدرار تعود تسمية أدرار إلى القاموس الأمازيغي لدى السكان الأوائل للمنطقة.
تقع في جنوب الجزائر، في جنوب غرب الجزائر، يحدها من الشمال البيض وولاية غردايا، أما شرقا ولاية تمنراست، ومن الغرب ولايتي بشار وتندوف، ومن الجنوب دولة مالي. تقدر مساحة أدرار ب 427,000 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 390 نسمة، وتضم 11 دائرة و 28 بلدية، ويهتم معظم سكانها بالزراعة، وتعتبر من أكبر المصادر الزراعية بالجزائر، ويهتم كذلك بتربية المواشي والإبل. وتعد أدرار محطة جذب سياحي هام بالجزائر، وذلك لتوفرها على جميع مقومات السياحة الصحراوية. وتوجد فيها عدة معالم أثرية رائعة كقصور تيميمون، تمنطيط، وزاوية كنتا، وقصر حماد الأثري وغيرها. كما توجد العديد من الحصون والقصبات التي تبقى شاهداً على حضارة كبيرة وتاريخها العريق. برافو 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 أحبائي أدرار الجميلة. عبركم بلي أدرار هي في الجنوب الغربي من الجزائر، وهي مدينة وولاية زراعية محضة، فيها الزراعة بزاف بزاف بزاف، جميل جدا، وهي منطقة سياحية كذلك. إذا تحيتنا لكل سكان ولاية أدرار والجنوب الكبير، الجنوب الحبيب كذلك. شكرا شكرا. الحقنا دركا لفقرة اضحك معنا. إذا شكون اللي عنده نكتة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعالي بنتي، تعالي تعالي، اروحي اروحي الشابة، اقعدي بنتي. واسمك الشابة؟ أرجوانة. واسمك؟ أرجوانة. اسمك شباب، وراكي لابسة هاد اللبسة كي العروسة الشابة. شحال في عمرك بنتي؟ 8 سنين. 8 سنين، وشاطرة في الدراسة؟ ايه. الله يبارك، احكي لي النكتة تاعك بنتي. كانوا ثلاثة خاوات جاو حي الرقدو، لقاو الضو شاعل، قال لي يهضر يروح يطفي، لي يهضر يروح يطفي الضو. بقاو بقاو بقاو، كي جاوا العائله تاعهم لقاوهم ميتين، راحوا يدفنوهم، دفنوا الاول والثاني والثالث. الثالث قال لهم مانيش ميت، بعد نادوا كامل قالوا له انت اللي هضرت، انت تروح تطفي الضو. برافو 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 برافو. خافوا يطفوا الضو. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لي؟ شكون؟ شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعال وليدي، تعال. أروح أروح وليدي، أقعد وليدي. واسمك وليدي؟ منصف. منصف، شحال في عمرك منصف؟ 8 سنين. 8 سنين، وشاطر في الدراسة؟ نعم. الله يبارك، احكي لي نكتة تاعك منصف. كان ديك يمشي يمشي حتى لقى واحد البير، كي لقى واحد البير طل فيه لقى 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 ماء، الغماء بصح هذاك الماء ماشي ما سخن نقي، بديك راه شرب منه بديك قريب ما طاح في البير، بديك واحد مات، وبديك دبلو، بديك الدوزيام مات ودفنه، بديك التروازيام كي طاح ما مات، جاو يدفنوه ما مات، كان مازال حي. هاي برافو 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 برافو. احبائي الحقنا دركا الفقرة الجميلة، هي فقرة رسائلكم. إذن راح نقرأ الرسائل تاعكم اللي بعتوهم لنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. عمو بيمبو راح يجيب لنا الرسائل اللي بعتوهم أصدقائنا الأطفال عبر موقع الانترنت عمويزيد.com، باش عمو يزيد يقرأهم هنا. شكرا شكرا، تحية لعمو بيمبو، تحية. الرسالة الأولى، ربط عبد المؤمن زياد 5 سنوات من الجزائر العاصمة، قالكم أريد المشاركة في البرنامج، أنا أحب حصص عمو يزيد وأقول لكم واصلوا على هذا المنوال. إذن عبد المؤمن بن زياد ربط ولدي، ربي يحفظك ربي يحفظك على هذه الشهادة الجميلة، نعتز بها. الرسالة الموالية، بلعمش آدم وسيرين ويوسف،
8 و 11 سنة، يسكنوا في حاسي الفدول مدينة وولاية الجلفة. يا سلام، تحياتنا لكل سكان ولاية الجلفة ومدينة حاسي الفدول. قال لكم أهلا عمو يزيد، نحن نحبك كثيرا ونتمنى التوفيق لك في حصتك الرائعة. قال لكم بغافو. شكرا شكرا بالله عمش أدم سيرين ويوسف، ربي يحفظكم إن شاء الله، وشكرا على هذه الشهادة التي نعتز بها. كشاد عبد القادر 61 سنة من مدينة موريان من كندا، قال لكم عمل جميل واصلوا على هذا المنوال. إذن عبد القادر كشاد صديقنا شكرا من موريال، ربي يحفظك على هذه الرسالة الجميلة. زغاد أسماء 7 سنوات من برج البحري من الجزائر العاصمة، قالت لكم حصة تثقيفية وترفيهية في المستوى، نرجو أن يكون هناك الكثير من هذه المبادرات. أنا أم لبنتين آية الرحمن وصفاء، بناتي عندهم فراغ عاطفي بسبب غياب والدهما، لذا أردت لهما أن يشاركا في الحصة وفي مبادرات مماثلة. أعرف أن هذه المشاركة سوف تساعدهم لأنهم يحبوا عمو يزيد. إذن مرحبا بكم، ربي يحفظكم إن شاء الله، وفي أي وقت سوف نتصل بكم باش تحضروا معنا في التصوير. بومعزة سوسو 17 سنة مدينة سكيكدا، قالت لكم حصة عمو يزيد حصة جميلة جدا وثقافية، تثقف الأطفال وتفيدهم بالعديد من النصائح، واصل عمو يزيد بمزيد من النجاح والتفوق. بومعزة سوسو بنتي ربي يحفظك، وشكرا على هذه الرسالة الجميلة. الحقنا دركا للجواب عن السؤال أحبائي. فكرتوا؟ إذن ما هو الشيء الذي ينبض بدون قلب؟ أحبائي أنتم تاني إن شاء الله تكونوا توفقتوا في الجواب عن اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب عن اللغز. تعالي بنتي أروحي الشابة، تعالي أروحي منا بنتي. عبدي يذكرهم باسمك الشاطرة أرجوانا. أرجوانا، ما هو الشيء الذي ينبض بدون قلب؟ الساعة. الساعة، برافو برافو برافو. الساعة أحبائي تنبض بدون قلب. تعالي قعدي معي، قعدي، يعطيه الهدية تاعها. إذا بنتي أرجوانا عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة الجميلة هذه، إن شاء الله تستفدي بها. شكرا. العفو العفو بنتي، تفضلي 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 بنتي تفضلي. شكرا. إذا الشيء الذي ينبض بدون قلب هو الساعة أحبائي، الساعة. أحبائي في كل حصة عندنا عيد ميلاد طفل ولا طفلة يحتفل معنا بعيد ميلاده في الحصة. اليوم عندنا عيد ميلاد إسحاق. تعال إسحاق وليدي، أصدقائنا راح يجيبوا لنا الكادو تاعو وحنا نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد. تعال إسحاق، تعال وليدي، تعال تعال تعال. أروح وليدي، أروح نسقم لك الكول باش ترجع الشباب شباب شباب. آه الله يبارك الله يبارك. واش راك إسحاق؟ لاباس. لاباس، شحال في عمرك؟ 11 سنة. الله يبارك، تقرب لي إسحاق. نعم. الله يبارك الله يبارك. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نسهل أمراح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهن نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات.
هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو. إذن إسحاق وليدي عمو يزيد يشعل لك الشمعة ديروا معي العد التنازلي لإسحاق دركا 11 10 واحد طفي لنا الشمعة وليدي برافو 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 وليدي إذن إسحاق وليدي أعطيني الشهادة تاعو إذن إسحاق عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد وانتم كذلك يا أطفال كل واحد راح يتلقى شهادة كما هذه باسمه باش يحتفظ بها كذكرى لتصوير حصة مع عمو يزيد تفضل وليدي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة إن شاء الله تستفد بها وليدي وأنا مبقى لي إلى نقولكم بقوا على خير استنونا في نفس التوقيت نحبكم يا أطفال سلام لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء أنا فرحان كي راح نتلاقى مع عمو يزيد عجبني الجو تاع سهل بارد وعجبوني كل الأدوار عجبني القصص وهذوك والمسرحيات والأغنيات كيما هو اللي نتفرجوا في التلفزيون أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع